على موضوع التدريب والفرق الكتيره. خلينا شويه اتكلم معاك في الدوري العام، لانه انت قلت نقطه مهمه، الدوري سريع جدا سريع طبعا وبسرعه الفرق هتلاقي نفسها التسعه اللي بيلعبوا على البطوله والتسعه اللي متقلب بيهربوا ومتقلب. أه. شفت بعد الاربع جولات المصري متصدر ب 10 نقاط، الزمالك مركز ثاني ب 9 نقاط، أه. الاهلي ثالث ب 8 نقاط، بيراميدز 7 نقاط، سيراميكا 7، فاركو 7، الاتحاد 7، وطلائع الجيش 7. شايف البطوله شكلها عامله ازاي؟ شايف المنافسات شكلها عامله ازاي؟ البطوله ذات نفسها الوضع اللي حطوه خلى الناس كلها او كل المدربين بيدور على الثلاث نقاط عشان يكونوا من ضمن التسعه الاوائل اللي هم هينافسوا على المراكز من الاول التسعه. فطبعا دي عاطي يعني قوه، لان الكل بيدور على الثلاث نقاط. والنهارده انت شايف حتى المصري يعني صراحه يعني في 4 جولات مع كابتن علي ماهر. طب تعالى نتوقف شويه عند المصري، لانه مهم جدا. النادي المصري بمدرب مصري بعلي ماهر بلاعيبه معظمها مصريين، يعني عنده الاجانب مش اللي هم الهاي كواليتي قوي، لكنه يفوز على بيراميدز، انه يفوز على الزمالك، وانه يعني يحقق النتائج دي. سيبك احنا لسه طبعا يعني الترتيب خادع، لكن هل انت شايف انه المصري السنه دي بالفعل يا كابتن طارق بيقدم شيء جيد؟ ومن السنه اللي فاتت هو واخد مركز رابع الحقيقه. أيوة. ومؤدي بشيء اكتر من رائع. يعني المصري بيجني يعني ثمار الاستقرار، استقرار استقرار الرئيس نعم استاذ كامل ابو استاذ كامل ابو علي، واستقرار الفني بقياده الكابتن علي. نعم السنه اللي فاتت طبعا في استقرار فني وحقق مركز رابع، نعم اللي اعطى له الافضليه في انه يشارك في الكونفدراليه. النهارده نعم. بيجني ثمار في 4 جولات محقق المركز الاول. يمكن كمان ما تنساش حاجه يعني لفتت نظري، ان هو يعني ما خسرش، ما دخلش في وما جوان. دخلش في جوان، مظبوط. يعني ده بيؤدي الى برضه الفرقه عندها صلابه دفاعيه قويه جدا جدا، بدليل ان هو تفوق على فرقتين بيعتبروا من الفرقتين المنافسين نعم. على المراكز الاولى اللي هو الزمالك وبيراميدز نعم. في الفتره الاخيره. فطبعا يعني انا بحيي فيها الكابتن علي ماهر، وبحيي فيها الاداره برئاسه الاستاذ كامل ابو علي في الاستمرار الى اي والدعم. حد شايف ان المصري ممكن يكمل، خصوصا مع انت اختصرت 9 جولات من مسابقه الدوري الممتاز، انت هتطلع من الدور ده بالنقاط بتاعتك كامله، تمام. ثم في الدور بقى الثاني انت وجدعنتك. لا انا شايف ان هو المصري من الفرق اللي هتكون من ضمن ال4 فرق على الاقل الاول، من ضمن الاربعه الاول. لا هو انا بتكلم لسه اتقصدك على المنافسه على البطوله. انا بتكلم هل يعني من الممكن ان نجد بطلا؟ اتمنى جديدا؟ انا اتمنى لا لا ما تتمناش في قناه الاهلي، لا في قناه الاهلي لا، كلنا نتمنى النادي الاهلي. لا انا اتمنى، انا بهزر طبعا معاك، انا اتمنى ان يبقى في المنافسه بيبقى زي الدوري الانجليزي كده، 5 6 فرق على المركز الاول. نعم ده بيدي يعني يعني اثاره اكتر. ايوه بيدي قوه اكتر للدوري، صحيح. في الشك في بيدي قوه اكتر للفرق، نعم في الشك بتبرز لاعبين جيدين يستطيع ان هم كمان يعني يؤدوا يعني يرفعوا مستوى الدوري وكمان للمنتخب. طيب شايف ان المصري قادر على المنافسه حتى انا شايف انا شايف البدايه بتاعته جيده جدا. اتمنى ان هو يواصل المشوار للنهايه. طيب نتكلم على، خليها بالترتيب، لان على طبعا ما تنساش حاجه مهمه جدا، المصري مشارك في بطوله الكونفدراليه، مظبوط. فهل هيأثر على الكونفدراليه على الدوري في مشواره؟ يعني ما هو ساعات لما بتبقى الدنيا الماتشات متلاحقه ثم بيرجع يلعب دوري، عشان الدوري نظام الدوري مختلف السنه دي فبقت اسهل شويه. انت فاكر النادي الاهلي لما كان بيطلع من البطولات الافريقيه طبعا ومباراته كلها مؤجله مضغوط، كان بيفقد عدد كبير جدا، مظبوط. من النقاط بتأثر عليه بالسلب. فهل يبقى في بالانس بين بين الكلام ده؟ هيبان خلال الفترة اللي جاية. طيب خلينا نروح للزمالك صاحب المركز الثاني، خسر أمام المصري ولكنه فاز، وآخر فوز كان على غزل المحلة 4-0، فوز كبير جدا ونتيجة أسعدت جماهير الزمالك وأغضبت جماهير المحلة، وعلى أثرها كابتن أحمد عيد عبد الملك استقال من تدريب الفريق. الزمالك مع جوميز أنا شايف فيه يعني هارموني بشكل كويس جدا. نعم. وهو صراحه مؤثر يعني بالايجاب على اللاعبين، وفي نوع من الثبات، خاصه كمان ما رجع لهم زيزو بالشكل، طبعا عطى قوه كبيره أكيد. جدا لخط الهجوم، خاصه في المباراه الاخيره. يمكن الظروف كمان يعني كل الظروف صراحه تكتلت على المحل. الطرد البدري بعد دقيقه بالشكل يعني انت طرد مستحق. انا يعني انت في المباريات الكبيره بتتمنى يبقى عندك
فرقتك كامله واللي بره جاهزين. مظبوط صحيح. انت لو تلعب واحد زياده عشان تلعب واحد عشان تقدر تطلع المباراه الكبيره دي على الاقل ما تخسرش في ملعبك. فتفاجئ بان انت يعني الله يكون في عون احمد عيد صراحه كل الظروف كلها بقت ضده في 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 الخروج بتاع اللاعب، ثم النتيجه لان الزمالك استثمر ده بشكل كبير جدا. صحيح. جدا يعني قصدي خرج بدري من الخساره في مباراه المصري وقدر ان هو يعمل نتيجه عريضه تنسي جماهير الزمالك الخساره من النادي المصري. خلي بالك برضو الخساره من النادي المصري، انا شفت المباراه مع نادي الزمالك، النادي المصري قدم مباراه كبيره جدا جدا وكان يستحق الفوز طبعا، والزمالك في المباراه دي ما كانش يستحق الفوز. صح. يعني فانا قصدي الثلاث نقاط راحت لمن يستحق، لمن يستحق. لكن كون الزمالك ان هو يفوق بسرعه ويرجع تاني بشكل بشكل قوي جدا امام المحله، على الرغم على الورق النتيجه كانت لصالح نادي الزمالك. نعم. يعني لما لكن طبعا فرق فريق المحله من الفرق يعني لو تفتكر انا عجبني حاجه يعني حاجه جيده جدا يعني يعني رجعتني لملعب المحله زمان. الملعب اللي انا شفته بصراحه عملوه على احلى ما يكون، رجعني ايام ما كنا بنلعب جدا جدا في المحله وفي الاسماعيليه. ايوه ده كانت المباريات الدوليه كانت بتتلعب في المحله ما بين المحله والاسماعيليه. صح. تاخد بالك المباريات الدوليه المنتخب اسكندريه المنتخب كانت بتلعب في المحله نظرا للجوده. فانا صراحه عجبني الملعب يعني بشكل كويس جدا جدا جدا، عجبني التواجد الجماهيري في والالتزام في المباراه. لكن طبعا يعني كانت نتيجه عريضه جدا جدا على نادي المحله وطبيعيه جدا امام فريقنا. اي نعم اربعه الدنيا وسعت شويه، لكن طبيعيه جدا لما تقيس المحله الصاعد للدوري الممتاز امام فريق نادي الزمالك بحجم نادي الزمالك، فطبيعي من الطبيعي ان النتيجه ما تكونش يعني مؤثر. بس الزمالك يظل منافس بشده وبقوه ومرشح للبطوله. شوف انت لما بترجع الفرق الكبيره طبعا للمنافسه زي ما قلت لك، انا نفسي اشوف الدوري يعني المركز الاول ما يتحددش من بدري. النادي الاهلي الفترات اللي فاتت دي كلها قاتل الدوري انه لانه بياخده قبلها بطلع بمده كبيره جدا بعد كبير جدا مباريات. فقتل المنافسه. يعني لكن لما يبقى في منافسين جيدين بيزيد بيزيد البطوله قوه في الشك، بيدي اثاره اكتر عند الجماهير عند المحللين عند المعلقين عند الجمهور بره على الشاشات في الاستاد خارج الشاشات. فالدنيا حساب النقطه، وطبعا النهارده عشان المراكز من الاول التاسع هتتحدد بعد الدور الاولاني، عاطي برضو يعني اثاره كبيره جدا جدا. لكن يبقى الزمالك ما فيش شك طبعا احد قطبي الكره المصريه. طيب